احنا طبعا سعداء جدا النهارده من تكريم مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل لكل الفرق اللي حققت انجازات في الشهر اللي فات، والحقيقه احنا سعداء اكتر لان التكريم كان بسرعه جدا والحدث كان لسه جديد، وحسينا الحقيقه بدفء الكلمات اللي قالها كابتن الخطيب، اديتنا دافع قوي جدا لان احنا داخلين على بطولات جديده، واكد على حاجه مهمه جدا، النادي الاهلي ما بيقبلش غير بالمركز الاول، وان احنا ننسى اللي حصل ده خلاص ده تاريخ، وعندنا البطولات القادمه هتبقى اصعب، المنافسين عاوزين يوقعوا البطل اللي هو النادي الاهلي في كل الالعاب، فاحنا ان شاء الله باذن الله الكلمات دي هناخدها حلقه في ودننا ونشتغل عليها، وكل اللعيبه وكل الاجهزه الفنيه ان شاء الله باذن الله جاهزه للمستقبل باذن الله.